احترام كامل للدولة الجزائرية، ننسب اللي كانت يوم من الأيام مستعمرة تاع فرنسا، دولة قائمة بكل أركانها بقوتها، بجيشها القوي، باقتصادها اللي ماشي وتقوى، بشعبها الأبي لما يرضخش إلا لله عز وجل. هكذا كانت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ردا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو على خلفية عدم احترام الرئيس الفرنسي للشعب الجزائري ودولته، ما جعل هذا الحدث موضوعا متناولا للعديد من المنابر الإعلامية العالمية. شاهدوا هذا النقاش. قبل ذلك ندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك فيديوهاتنا. مشروطة باحترام كامل للدولة الجزائرية من قبل باريس. نستمع أولا لجانب من أول تصريحات علنية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ردا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ثم نعود. احترام كامل للدولة الجزائرية، ننسب اللي كانت يوم من الأيام مستعمرة تاع فرنسا، دولة قائمة بكل أركانها بقوتها، بجيشها القوي، باقتصادها اللي ماشي وتقوى، بشعبها الأبي اللي ما يرضخش إلا لله عز وجل. إذا كان مشوا بهذه الظروف صح، هذا شعب، مسؤولية تاع الشعب، تاع أمة، تاع تاريخ، والتاريخ ما يتزيف. إذن رئيس الجزائر يقول عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة باحترام كامل للدولة الجزائرية، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ينسى أن الجزائر كانت مستعمرة في يوم من الأيام. تبون يشدد على ضرورة عدم تزييف التاريخ، وضيف الجزائر قوية بجيشها وشعبها الأبي الذي لا يرضخ إلا لله. سيدي، أعتقد أن هذه التصريحات تأتي في سياق تطور خطير في العلاقات الجزائرية الفرنسية، والمسؤول الأول على هذا التصعيد والمسؤول الأول على هذا الانحراف الخطير والسقوط الدبلوماسي وخروج عن الأعراف الدولية هو الرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية التي تتحمل هذه المسؤولية في تردي وسقوط هذه العلاقات إلى هذا المستوى. رد الرئيس عبد المجيد تبون نابع من رد الشعب الجزائري، وهو قال بأن علاقتنا مع فرنسا في الأخير هي علاقة مرجعيتها الشعب الجزائري، ونحن كشعب جزائري استقلينا عن طريق ثورة تقدمنا فيها 1.5 مليون شهيد، لا من أجل أن يأتي الرئيس ماكرون ويشكك في تاريخ هذه الأمة ويتلفظ باتهامات خطيرة. لهذا أنا أعتقد أن هذه العلاقات إذا لم يتم استدراكها من طرف الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي في بنفسه أنه يتراجع ويعتذر على هذه التصريحات، وكذلك يجب أن يعترف بأنه كان مخطئ في سياسته مدة 4 سنوات، لأنه عبر بشكل علني ما هو موجود في الكواليس داخل فرنسا الرسمية التي ما زالت تعتقد بأنها مستعمرة للجزائر، ولا عليها أن تقف عند هذا الحد وتصحح الكثير من الاختلالات، لأن هذا الانحراف في هذه العلاقة سيضر بالتاريخ، العلاقات الثنائية التاريخية الاقتصادية الاستراتيجية. فرنسا يهمها أن تكون الجزائر مستقرة وآمنة، لأن أمن واستقرار الجزائر من أمن واستقرار فرنسا. هي زوبعة في كأس، في فنجان قهوة فقط، هو لا حدث. أولا من حق تبون أن يدافع عن استقلالية الجزائر والجزائر، وله هو محق في كل ما تلفظ به، فقط أنا أتساءل لماذا لم يتحدث عن كلام ماكرون حول السياسة الداخلية للجزائر. قال النظام متعب وعسكري، تبون تكلم عن التاريخ، هذا النظام الجزائري الذي أنكر البعد الأمازيغي والحضاري للجزائر ولخصه في البعد العربي الإسلامي، وأنكر الحضارة الأمازيغية وأنكر الوجود الأمازيغي والحضارة النوميدية. أنا أعتقد أنه عداء الفرنسيين وفرنسا الرسمية، أنا لا أتكلم على الشعب الفرنسي الذين كله كل احترام، عداء فرنسا الرسمية للجزائر منذ استقلالها إلى يومنا هذا متواصل. العلاقات الجزائرية الفرنسية كانت دائما تعرف هذه الاضطرابات، لأنه فرنسا الرسمية، لأنه رؤساء فرنسا ووزراء فرنسا كانوا ما زالوا ينظرون إلى الجزائر
الجزائر بأنها دولة مستعمرة. بالعكس، هذه اللوبيات والعصابات التي والعصابة التي كانت متواجدة عبر العقود في الجزائر كانت تخدم فرنسا. اليوم تشعر فرنسا بأنها في حالة خطر، لأن مصالح فرنسا مهددة، لأن السفير الفرنسي بعد الحراك كتب وقال للسلطات الفرنسية يجب أن أدخل إلى فرنسا لأن الجماعات التي كنت أعمل معها قد انتهت وقد تبخرت. اليوم فرنسا ربما منزعجة من العلاقات الجزائرية التركية الروسية الصينية، هذا التحرر فيما يتعلق بتنويع الشركاء الاقتصاديين والعسكريين، هذه الرؤية لذهاب الجزائر خارج السيطرة الفرنسية وخارج السيطرة السياسة الخارجية الفرنسية التي هي فاشلة. اليوم ضيفك يتكلم على الأمازيغية وشيء من هذا القبيل، هذا أمر جزائري وشأن داخلي جزائري، ممكن أننا ندخل في هذا النقاش في حلقة لكن أخرى ربما عندما نرد على فرنسا. نعم عندما نرد على الرئيس الفرنسي، حتى ولم يرد الرئيس تبون، سنرد كنخب، سنرد كأحزاب سياسية. يقول لك هذا زوبعة في فنجان عندما يتكلم سيد علي ربيج، ضيفي يقول نعم في الأستوديو، يقول لك زوبعة في فنجان. نعم تعودنا في العلاقات الفرنسية الجزائرية هي علاقات حساسة، وتعودنا ربما على فصول من التوتر. Thank you.